لك ايه، انا في كافيهات بنخشها ساعات. نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الحقيقة هو دائما سباق، وبعدين بما يخص الكورونا كان النادي الوحيد اللي سباق في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية. يعني احنا فتحنا في الأول عشان خاطر نستقبل الأعضاء عشان نفعلوا الشراكات عشان يبقى عندهم وقت بيبس ما باش فيه تزاحم على البيبان ولا تزاحم على الاشتراكات. فبدأنا أول نادي يبدأ يفتح عشان خاطر الاشتراكات. التعقيم شغال وبادئ من اول يوم، لبس الكمامه من اول يوم، محدش يخش الا اذا كان لابس كمامه، حتى اللي بيجي من الكمامه لو سمحت اتفضل هات كمامه. في صيدليه جنبنا بروح اشتري كمامه ويجي يخش بالكمامه. المسافات بنحافظ على المسافات، كل حاجه خاصه بالاجراءات الاحترازيه بنتبعها. الوقت احنا بنجهز نفسنا بالنسبه عشان دخول الاعضاء. يعني لو سالتك شفت دلوقتي هتلاقي عربيه جايبه البوابات بتاعت التعقيم. كل حاجة دايما بتبقى تدريجية، كل حاجة دايما بتبقى تدريجية. إذا الناس التزمت وكل واحد التزم وعرف إنه دي صحته ومصلحته ومصلحة ولاده إن هو يلتزم بالإجراءات الاحترازية دي، هتشجع الدولة إنها تفتح. ما هو أصل الدولة عايزة تفتح، عايزة الناس تشتغل وعايزة الاقتصاد ينمو وعايزة الناس كله خلاص وكل واحد يشوف شغله بقى، ما قعد البيت كفاية. فإحنا بنناشد وبنطالب الأعضاء كله يلتزم بالإجراءات الاحترازية. في والله خطوات وتدابير احترازية الدولة حطاها ممثلة في وزارة الصحة وبروتوكول المنصوص عليه. تم عمل بوابات خاصة بالتعقيم، تم تعقيم المكان خاص بالأعضاء زي ما حضرتك شايفة بالنسبة للكراسي والتواجد داخل الاشتراكات، وأيضا كل المكاتب والحدائق والجيم وكل ما هو ما يمثل داخل النادي أو بيمارس داخل النادي تم تعقيمه بشكل تام بقالنا 3 أيام بعد ما تم صدور القرار من السيد رئيس الوزراء. والله هو المنشور اللي جاي من وزارة الشباب والرياضة الخاص بالجيم، الأماكن المغلقة بيبقى التواجد فيها بنسبة 25% اللي هو الخاص بالجيم والمطاعم والصالات والأماكن المبنى الاجتماعي المقفول، يعني أي حاجة مقفولة. احنا طبعا شغالين من الساعة 8 صباحا للساعة 6 مساء متصل كل يوم، مفيش أجازات ولا راحات. وطبعا احنا برضو بنشغلين 8، يعني احنا بيبقى ما بنخليش العضو يقف كتير. عاملين كنا طبعا مخصصين لكبار السن عشان خوفا عليهم، فبرضو ما اختلطوش بالناس الصغيرين حفاظا على صحتهم، بيلبسوا الكمامات حفاظا عليهم هم. اي حد طبعا لو بيشك ان عنده اي حاجه على طول تعقيم مباشره على طول. فطبعا ما فيش، يعني الحمد لله، يعني الظروف كانت مسامحانا بصراحه بفضل الله ثم المستشار وفرنا كل الامكانيات اللي احنا عايزينها الحمد لله. في تباعد وفي حد نبهني لا اوقف في المكان الفلاني، فضلت واقف ما فيش دقيقتين ادوني الوصل بتاع السداد فهدخل على الخزنه واطلع على طول. يعني ممتازه متنظمه، باخد رقم وانا من داخل على الباب، ما فيش زحمه، في اماكن تقعدي فيها. لا الصراحه معموله بطريقه جميله جدا السنه دي. يعني انا كنت نازله متخوفه لان انا ما كنتش بنزل خالص وكنت بخايفه جدا، فلقيت الاجراءات اما جيت النادي عشان ادفع الاشتراك لقيت الاجراءات حلوه كويسه جدا، وفي تعقيم وما نخشش الا بالكمامات وفي استراحه نقعد فيها. الحمد لله النظام هنا في نادي الزمالك الحمد لله ممتاز جدا. دخلت من على البوابه اعطوني رقم، دخلت هنا اعطوني رقم، ما قعدتش نص دقيقه بالظبط، دخلت على الشباك خدت الوصل بتاعي وهدفع ان شاء الله في الخزه والحمد لله كله تمام. هنعمل تقرير في كل الأندية اللي اتحركت واشتغلت هنعمل فيها تقرير. نادي الزمالك الحقيقة أداء أكثر من رائع، تعقيم ترتيب زي ما أنتم شايفين، السيدة مديرة الاشتراكات السيدة سهير الشاعر، كل الناس الحقيقة بيشيدوا بيها. أنا يعني مش عضو في الزمالك ولكن كل الناس بيشكروا فيها، تسهيل الإجراءات بشكل كبير. الناس زي ما أنتم شايفين قدامنا موظفين تعقيم بشكل أكثر من رائع، اهتمام كبير جدا بالمسافات، احتمال كبير جدا 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 بالقواعد واللوائح. أداء الحقيقة رائع لمرتضى منصور ومجلسه في هذا الشأن، لأن احنا بس النوادي مش كورة يا جماعة، النوادي أعضاء جمعية عمومية مستنين 1/7 هو ولادهم بفارغ الصبر. قول لي زي ما تقول لي على الفريق، ولكن في النهاية أنا ولادي صحة ولادي ده موضوع ما يقبلش القسمة على 2. وأكيد أكيد الناس مش هتتضايق من الإجراءات، لأن في النهاية محدش هيحافظ على صحتك غير نفسك.
ده مشهد اهو من داخل نادي الزمالك، والاستعداد على قدم وساق لاستقبال اعضاء الجمعيه العموميه. كل يوم ان شاء الله باذن الله هنكون موجودين في نادي، وكل يوم هنتابع معاكم نادي والانديه اللي شغاله. زي ما قلت من اول يوم، اللي اشتغل ووضب وعقم وحضر هنرفع له القبعه، واللي فيه تأثير هنعرض، والحقيقة هيشوف مننا انتقاد ما شافوش قبل كده. صحة البني آدمين ما فيهاش هزار، وكل الناس عملت اللي عليها، كل الناس عملت اللي عليها. بالظبط يوم الافتتاح ده بيفكرني أكنه يوم الامتحان، بقالك 3 شهور بتعمل إيه؟ كل نادي محترم زي نادي الزمالك، زي نادي الأهلي، زي الاتحاد السكندري، زي الصيد، كل الأندية اللي اشتغلت هنكون موجودين هناك، هنكون موجودين في الجزيرة وفي الصيد وفي لابلس. كان عندنا قريب برضه تصوير من داخل إدارة الصيد الحقيقة، وإدارة الصيد في وجود الإدارة الجديدة، أداء محمد الدباح المدير التنفيذي الجديد لنادي الصيد عامل أداء أكثر من رائع. وزي الاشتراكات في نادي الزمالك في نادي الصيد برضه الأستاذة نادية الشيمي، الحقيقة يعني إنجاز كبير جدا جدا، واحدة الحقيقة من القامات برضه بالنسبة لنا في نادي الصيد. ف هنكون موجودين برضو، هنغطي هناك، وهنروح الأهلي وهنغطي، وهنكون موجودين في الاتحاد زي ما جبنا لكم لقاءات مع الاتحاد. كل الناس هتخش من البوابات دي، كل الناس هتلتزم، مفيش حد هيخرج بره الصندوق. عايز أكيد عايز حسم كبير جدا جدا من الإدارات، لأن كل الناس قلقانة، حتى المديرين قلقانين. يعني اللي مش داخل بكمامة هوقفه؟ أيوة توقفه، ايوه حضرتك هتوقفه، ايوه مش هيخش، لان حضرتك اللي مش فارق معاه صحته ما يجيش اصلا، لان دي مش بس صحته، دي صحته وصحه الناس. ان شاء الله كل الناس تلتزم، والامور ان شاء الله باذن الله تمشي بشكل جيد.